الشناوي، هسألك عن شكل البنى بقى، بنى اللعب بشكل الهجومي للترجي، فين مواطن الخطورة، بيبنوا هجماتهم ازاي؟ في ناس اللي بتبني بكرات متحركة بكرات ثابتة، الترجي خطر من انهي حتة؟ بص، هو الترجي او كل فرقة عموما لما بتيجي تعمل بيلد اب هي ما بتعملوش كده اعتباطا او روشنة يعني. لا، هو بيبقى عنده فكرة معينة عايز يطبقها عشان هو عنده امكانيات لعيبة بيستغلها. مظبوط. يعني لو يجيب لنا الحالات مثلا نبدا بيها، هو الترجي دايما بيحاول يستفز المنافس عشان يجيب اكبر قدر ممكن من العدد الضاغط عشان يلعب الكره في ظهرهم في المساحه اللي ما بين الخط الضاغط والخط اللي بيستنى اللي هو خط الظهر. هو دايما بيحاول يستغل ده، ودي نقطه اصلا الاهلي بيعملها، ان النادي الاهلي بيضغط عالي. بالظبط. يعني هو بيعملها، بس هو بقى هو بيوهمك بحاجه معينه بقى. يعني هو يروح منزلك كوليبالي ومحمد بن رمضان وموقفهم لك على الدايره، يلا نجيب الحالات على طول بقى. يعني هو موقفهم لك، هو مش موقفهم لك كده، هو بنسبه 100% عمره ما يبصيله. حلو. بس هو يلعبها في المساحه اللي في ظهرهم. عشان هيلعبها على مين بقى؟ هيلعبها على محمد، على حموده. يعني مثلا دي الوقفه دي كده، هو حاطط الكوره على او حاطط رجله على الكوره. أيوة. ده نوع من محفزات الضغط. اللي هو انا بقول لك تعالى، او عارف انت اللي هو ايه، بيستفز ذكي. ده ماتش الافريقي، التونسي. ده من الماتش الافريقي. بص يعني يا ريت تخش على الفريم اللي بعده. بص ده الشكل بقى الرسمي بتاعهم، الـ4-2، ان الباكات واقفه كده. هتلاقي برضو حميده هنا وهناك بوشنيبه، وادي اللي قلبيه الدفاع، وبص كوليبالي ومحمد بن رمضان واقفين هنا. هتلاقي حواليهم اربع لعيب، حواليهم اربع لعيب، لان هنا الترجي بيوهمهم ان انا هطلع من تحت. بيوهمهم. ده مجرد وهم، بس ما تروحش من تحت. لا. يعني لو دخلت على الفريم اللي بعده، بص بقى كام لاعب هنا عليهم علامه بيضاء. هتلاقي ست لعيبه، استفزوا بس من الحركه اللي عملها فرقه الترجي. هتلاقي اللاعب اللي ضغط على حارس المرمى، وكمان الاثنين واقفين مستنيين السرد باكين، وادي ثلاث لعيبه في عمق الملعب. فهو عايز يلعب الكره اللي في ظهرهم. خش على الفريم اللي بعده. عايز يلعبها ولا مجبر؟ لا، عايز. عايز. بص بقى هنا الكره جت فين؟ في المساحه اللي ما بين الخط الضاغط وما بين ده. دي حاله فوضى. دي فوضى دفاعيه، لان الفريق هنا لو حموده ضرب سبرنت واتلعبت له من ظهره، فكده خلاص. خش على الحاله اللي بعدها. مروان عطيه لازم يشوف الكره دي. ده لازم. لازم طبعا. بص كذلك كمل، خش على الفريم اللي بعده عشان بس انا كنت بوضح ان دي ضربه مرمى. بص كام لاعب واقف برضه نفس الفكره. كمل الفريم اللي بعده. مين؟ حمود. بس حمودة بقى هيعملها فين؟ هو حمودة الهدف بتاعه ان هو سنيد. يعني هو دايما انيس البدري الجناح اللي هناك والجناح اللي هنا ومحمد بن رمضان وبو جرين دايما بيستنوا الكره الثانيه. هم دايما بيشوفوا حموده الكره هتقع منه فين ويلعبوها. فهنا هيستغلوا. بص الوقفه الدفاعيه بتاع فرقه الافريقي هي دي الفوضى اللي انا بقول لك عليها. وقفه مش سليمه. عظيم. وقفه مش دفاعيه مش سليمه. خش بقى الحاله اللي بعدها. بص هنا في نص الملعب، يعني ما اقدرش نقول عليها بيلد اب قوي، بس فنعتبرها ان هي بيلد اب. خش على الفريم اللي بعده. بص انا عامل لك سبوت لاين على كوليبالي وعلى محمد بن رمضان. ليه؟ لان بص كام لاعب واقف حواليه. كتير. بص ست. بص توجاي بقى حاطط رجله على الكوره ازاي. ده استفزاز. دي كوره، برافو عليك، دي كوره مكرره جدا. هو بيحاول دايما ان هو يشدك لتحت. اللي هو تعالى لي، انا كوره تحت رجلي، تعالى لي. بالظبط. فيبدا يتحرك بعدها. بالظبط. شوف بقى بعدها. لا بص كمان كمل الفريم. بص يعني هو لعبها هناك، لعبها عند الباك رايت اللي هناك. أيوه. بس بص بقى عمق الملعب بقى، بص عامل ازاي المساحه الكبيره قوي دي. هي دي الحته اللي بيستغلها الترجي، انه دايما عايز يخليك تعمل جاب كبير قوي ما بين خطين عشان يستغل المساحه اللي في القلب دي، ويبدا يستغل الفوضى اللي هيكون عليها خط الظهر بتاعه. دي الحته اللي بيشتغل عليها، واتكررت في ماتش الصفاقسي، واتكررت في ماتش الافريقي، واتكررت كمان افريقيا، بس عشان الوقت انا ما قدرتش. عندهم تركية كده تانية بيلعبوها في الكرات الثابتة، بيستغلوا الأطوال اللي عارف أنت قوم عاد. يعني أنا توجاي ومرياح الاثنين 190 سنتي، يعني حاجة ما شاء الله. وبر رمضان برضو. وبر رمضان وحمودة برضو خلي بالك 191 سنتي، فالأطوال ضخمة. فهو برضو بيستغلهم في الضربات الثابتة. في الركنيات بيحاول دايما يلعب الركنية أوت سوينج، اللي هو بيلعبها لبره كده عشان تقابل الناس اللي جاية. يعني ما بيلعبهاش لجوه، لا هو بيلعبها لبره. مش هيرميها عند الشناوي. لا بره. لا هو الشناوي خليك واقف مكانك. كلها بتتلعب لبره. اوكي. فدايما تلاقي الركنيه اللي ناحيه اليمين تلاقي حد ايمن بيلعبها، ناحيه الشمال لا حد اشول بيلعبها. مفيش اللي هي الواو لفه. اه انا بس ببسطها للناس. بالظبط.